عنه مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن الله جل وعلا قال، الله جل وعلا يقول ويتكلم، هذا فيه إثبات الكلام لله وإثبات القول لله عز وجل. ومثل هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن الله قال: ثلاثة أنا خصمهم، أي خصيمهم يوم القيامة، بدلا من أصحاب الحقوق. الله جل وعلا يخاصم عنهم يوم القيامة، واستضعفهم في الدنيا ولا يقدرون يخاصمونه في الدنيا، الله جل وعلا يكون خصمه يوم القيامة. ومن كان الله خصمه خصمه، أي غلبه في الحجة. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. نعم نعم. رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. من أعطى بي ثم غدر، بمعنى أنه خان العهد. قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب الوفاء بالعهد الذي يكون بين الراعي والرعية، والذي يكون بين الناس بعضهم مع بعض، وقبل ذلك كله العهد مع الله سبحانه وتعالى في أن يعبده وحده لا شريك له. فهو عليه عهود، عهد لله في أن يعبده وحده لا شريك له، ويكون بينه وبين الناس عهود، بين الراعي والرعية، بين الأفراد بعضهم مع بعض. فيجب الوفاء بالعهود، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فمن خان العهد فإن الله يكون خصمه يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كما سبق أن الأصل في بني آدم الحرية، لأن الله خلقهم لعبادته فهم أحرار. لكن إذا حصل جهاد بين المسلمين والكفار، وسبى المسلمون ذراري الكفار ونساءهم، فلا يقتلون مثل المقاتلة، وإنما يوضع عليهم الرق ويستقر عليهم وعلى فروعهم، ولا يرتفع إلا بالعتق. فالرق الشرعي هذا مشروع، أما الرق غير الشرعي وهو النهب والسلب والسيطرة على الضعفاء وبيعهم وأكل ثمنهم وأخذ ذراري الناس، نهب ذراري الناس والصغار والمستضعفين، فهذا يدخل تحت هذا الوعيد: من باع حرا فأكل ثمنه. حتى الإنسان ما يجوز له أنه يرقق نفسه للناس، ما يجوز له يوافق على أن أحدا يتملكه، لا يجوز هذا، لأنه حر عبد لله لا يتصرف في نفسه. فكيف إذا غصبه أحد وسيطر عليه وأخذه وهو صغير لا يدري، ثم باعه الثاني وباعه الثالث؟ يأثم الأول الذي وضع الرق عليه بغير حق شرعي، ويكون الله خصمه. وكل من علم أن هذا حر لا يجوز له أن يشتريه، لا يجوز له أن يسترقه، كل من علم بهذا. باع حرا فأكل ثمنه. والثالث أن استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، يكون الله خصمه يوم القيامة. إذا عجز الأجير عن مخاصمة المستأجر وترك حقه
بدون اختياره وبدون رضاه، إنما تركه عجزا عن هذا الظالم، فإن الله جل وعلا يخاصم عنه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فقد خصمه. فهذا محل الشاهد من الحديث، أن منع أجورات العمال، منع أجورات العمال الذين يعملون بالأجرة بغير حق، أن منعه من كبائر الذنوب. نعم.